اتفاقية للتعاون بين جامعتي سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة روما تور فيرغاتا في إيطاليا، مشروع هدفه تعزيز الأواصر العلمية بين طلبة وأساتذة الجامعتين وتقوية العلاقات التاريخية التي تربط المغرب وإيطاليا. التعاون والحوار والقضاء على الفوارق وبلوغ أهداف الأمم المتحدة لسنة 2030 أمور نود تحقيقها عبر برنامج للتبادل الثقافي تستقبل بموجبه الجامعتان الطلبة والأساتذة الباحثين من البلدين. التوقيع على هذه الاتفاقية توج بندوة علمية مشتركة بين الجامعتين حضرها عدد من الأكاديميين، وتناولت آفاق التعاون المغربي الإيطالي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وأهميته في التقريب بين البلدين.